ضمن مفردات منهج دورة الأركان المشتركة إقامة الندوات من قبل الطلاب وبإشراف الهيئات التدريسية. اليوم كان هناك ندوة بعنوان القيادة وعلم الاجتماع من قبل الطلاب وإشراف الهيئة التدريسية لدورة الأركان المشتركة 78. كانت الندوة عبارة عن 4 محاور. المحور الأول القيادة، تعريفها، أنواعها، والبعد الإنساني للقيادة. المحور الثاني دور القائد في إدارة الموارد المادية والبشرية الخاصة به. المحور الثالث كان أهمية تنمية وتطوير مهارات القائد. أما المحور الرابع فكان دور القائد وهيئات الركن في التنسيق بين إنجاز المهام وخدمة المجتمع. وندوة اليوم كانت على موضوع القيادة. حقيقة وجدت أن هناك كفاءة عالية باستيعاب هذه المادة، كونها تحوي من الجانب العسكري إضافة إلى الجوانب الأخرى، جانب الاجتماع السياسي وجانب علم الاجتماع العسكري. هذه التوأمة بين هذه العلوم تعطي انطباع أن لدينا من القدرات ومن الكفاءات من إخواننا الضباط مما يرتقون إلى جانب إلى مرتبة القيادة، وبالتالي سوف يصبحون من الكفاءة من يديرون مؤسساتهم أو فرقهم بشكل كبير، وهذا شيء يحسب إلى عمادة كلية الأركان. وهذه الفعالية من ضمن فعاليات ومناهج تدريب كلية الأركان، تضمنت اليوم ندوتنا 4 محاور. 4 هذه المحاور تتكلم عن دور القيادة وكيف تنميتها اجتماعيا وعسكريا. ضمن فعاليات دورة الأركان المشتركة 78 القيام بندوات تخص مختلف المجالات. من ندوتنا لهذا اليوم هي تتحدث عن علم الاجتماع العسكري خصيصا القيادة. أهداف هاي الندوة هي طبعا ندوة علمية، زيادة المعلومات للضباط هاي أولا، ثانيا قدرة تنمية القدرة للضابط على الإلقاء في مختلف المحافل. وحضر الندوة ضيوف من جامعة بغداد كلية العلوم السياسية، وعطونا طبعا معلومات قيمة استفادينا من عندهم. والسبب حضور الزوار هو لتوأمة شهادة مشروع توأمة شهادة كلية الأركان مع بكالوريوس من كلية العلوم السياسية لجامعة بغداد.